سجويرية، وش مصلحتها وراء هالموضوع؟ غلط 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 أنك تسأل واحد من عائلة الهيتاني وش مصلحته في سالفة تعود بالضرر على عائلة الخطوان. قاعد تتكلم وما كأنك واحد من عيال البهيتاني. لا، من قالك؟ أنا من عائلة البهيتاني، بس أنا من فرع الموظفين المساكين، ماني من فرع أصحاب الحلال والمؤامرات. أبيك تحسبها صح يا منصور، ترى عدو أبوك هو عمي عبد المحسن البهيتاني، ولا أنا ولد راشد الضعيف اللي سلمهم الجمل بما حمل. ترى اللي صار مع أبوك من جهة عمي ما يفرق كثير عن اللي صار مع أبوي، ترى كلهم شربوا من نفس الكاس، بس الفرق إنه كل واحد شرب بطريقة مختلفة. أنا إذنك. شاد، وش جايبك هنا؟ لا أبد، موعد واحدة من صاحباتي وجايين نلتقي هنا، في مشكلة؟ أنت عارفة الكافيه هذا لمين؟ شجراني، واحدة من بناتي اختارته، بس أصلاً حسيت أنه بعيد. أي، أنا أصلاً لفت انتباهي ديكوراته الغريبة، أحس صاحبه يا مجنون يا صاحب مزاج خاص. عموماً ما حطول عليك، خليك تقابلين خوياتك علشان لا تتأخرين عليهم. سلام. أمان الله. إيش اللي مقعدك مع ولد البهيتاني؟ جويرية هي اللي قاعدة تلعب فينا كلنا. جويرية هي سبب حرق الآليات، وهي ورا كل شيء قاعد يصير لنا. وإذا أبوك قلبه ضعيف وما قدر يوقفها عند حدها، أنا بحرقها وبحرق قلبها على بناتها. كيفك فهد؟ أهلاً أهلاً أستاذ. الشباب كلموني على الحجز حقك وكل شيء جاهز، تفضل نشيك على التفاصيل. أرجع لك. إحنا ما اتفقنا أنك ما تجين لي هنا إلين تكلميني. وين المشكلة يعني إذا حبيت أسوي لك مفاجأة؟ شهد، لا تجنينيني. كيف يعني وين المشكلة؟ إحنا متفقين.